أهم المنشطات في الصفحة الأولى طبعا زي ما أنا قلت تتعلق بالقمة الإسلامية، بتتعلق بمحاولات إنقاذ الاقتصاد المصري، بتتعلق بمسيرة سيدات مصر ضد التحرش، بتتعلق بفتاوى الدم اللي فجرت بموجة الغضب لدى الشارع المصري. هناك أيضا عناوين أو موضوعات تتعلق بأزمة السولر التي تتصاعد، وبحديث وزارة البترول عن حل الأزمة في وقت قريب كالمعتاد. عندنا صفحة خاصة مميزة تتعلق بالمعوقين ومشاكل المعوقين في مصر. احنا أفردنا صفحة خاصة هي صوت 8 مليون معاق في مصر، بتتكلم عن مشاكلهم في المجتمع. لكن الموضوع الرئيسي الحقيقة في الجمهورية هو المتعلق بالسفيرة الأمريكية في مصر السيدة آن باترسون. السفيرة الأمريكية أطلقت تصريح في الإسكندرية منذ عدة أيام بتتكلم فيه عن دور السفارة الأمريكية في الوساطة بين الأطراف الساحة السياسية في مصر، بين الحكومة والقوى السياسية، ودعت إلى نبذ إلى في هذا التصريح إلى التضحية في سبيل تحقيق الديمقراطية. احنا النهارده بنتكلم طبعا عدد الجمعه من الاهرام. مطار القاهره استقبل 21 او 31 مليون دولار امس، وده خبر كويس. ومستقبلهم طبعا هم جايه تحويلات، وعباره عن تحويلات وكده، ده شيء كويس. وفي مبادره من الشورى للمصالحه بين التراس الاهلي والمصري. عندنا برضو حاجه تانية، قضيه بنتكلم فيها على قصه ان في ظاهره بقت انتشرت في اسوان مؤخرا، البحث عن الذهب وفي قبائل العبد والبشرية. الحاجة التانية عندنا برضو مواجهة ما بين عمرو حمزاوي وصبح صالح. احنا عارفين عمرو حمزاوي من قيادات جبهة الإنقاذ ومن التيارات الليبرالية، في مقابل صبح صالح احنا عاملين بينهم مواجهة، كل منهم بيعرض رؤيته للأوضاع السياسية وللمأزق الحالي وملحق الجمعة، واللي فيه طبعا صفحة كاملة للقصة، في حوارات، في أبواب متنوعة، رياضة، مرأة، وملحق للسيارات.